2016 وفي 8 الساعة بعدها دورا اجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالب ثائر وفي طه المسجل لدرجة الماجستير بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة. ومناقشة الطالب في موضوع رسالة تبين إلمامه بمحتوى الرسالة وفهمه للنتائج وقام بالإجابة على أسئلة اللجنة. والرسالة تقع في تخصص علوم الحاسب وقد كتبت ورتبت للترتيب العلمي الصحيح وتوصي اللجنة بمنح الطالب درجة الماجستير في علوم الحاسب بعد إجراء التعديلات المطلوبة.